وكذلك الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. الاستغفار يا إخوة، التوبة والاستغفار، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. الاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه من أعظم أسباب الأرزاق. أما أن تبارز الله بالمعاصي وتبارز ربك بالربا والكبائر، تبرج يخزي ويزري، وكبائر كالربا والزنا والمناظر القبيحة التي على أجهزة الإعلام المدمرة. أصبح الناس بلا وجل ولا خجل من الله، تخرج العارية كاشفة عن شعرها وكاشفة عن ذراعيها وعن ساقيها، وهذه المواطنة الصالحة، وسواد أعظم للبلاد بهذه الطريقة. ما في أحد يفكر يقول اتق الله نمنع الرزق بسببك. اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، الساكتون عن هذه المنكرات، الساكتون عن هذه المعاصي، الذين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، يؤخذوا بجريرة هؤلاء أيضا. يا أهل الإسلام اعقلوا، يا أهل الإسلام تناهوا عن المنكر، منكرات تدمر البلاد وتدمر العباد. الله ليس بظلام للعبيد، صلوات تقام والمساجد تهجر، صلوات تقام والمساجد مهجورة، سينمات وملاعب مكدسة بملايين البشر. يا أهل الإسلام اعقلوا، والله ربنا ما هو ليس بظلام للعبيد. أعلموا أن الأمر كله لله، هو الذي يغني ويغني، يبتلي ويعافي، يصيب هذا برحمته ويصيب هذا بانتقامه وبأسه الشديد سبحانه وتعالى. افهموا هذا يا أهل الإسلام، أصول لا بد أن نعلمها، وثوابت في كتاب الله وثوابت في سنة رسول الله، ثوابت تمشي على كل الأمم. قال تعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يا أهل الإسلام اعقلوا، أنتم واقعون في الربا، وربي يعلن محاربة من يأكل الربا، ويوم بعد يوم قروض قروض قروض، دمر البلد، بلد دمرت. لا والله، من سبب شعب موافق على هذا الربا وأمود أمواله في البنوك الربوية، وشعب نسوته متبرجات وإعلامه فاسد يدمر البلاد ويدمر العباد. الله قال يذكر القائمين على الأمور، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أمروا بالمعروف نهوا عن المنكر، لله عاقبة الأمور. أسباب الدمار، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. أسباب الدمار، حيود عن شرع الله، تحاكم إلى غير شرع الله، ربا بعمائر من أفخم العمائر، عمائر البنوك، قروض من الدول بالربا المدمر. أصبحنا نعاني من البنك الدولي ومن فوائد البنك الدولي، وبئس البنك الدولي، ذلكم المرابي الذي ما دخل بلدة إلا خربها. الربا يا إخوة، الربا احذروه، احذروه يا أهل الإسلام، احذروه يا أهل الإسلام. نصرخ بأعلى صوتنا الربا حرام، الربا، نصبر على الجوع والعطش ونتحمل شيء ما لوجه الله، والله يفرج الكرب، والله يفرج الكرب. لكن الربا يستحل بهذه الطريقة ولا نكير، عاقبته وخيمة على البلاد والعباد. ثم مع ذلك كما رأيتم وسمعتم، تبرج مزري ومخزي ولا نكير. في ذات الوقت حرب لأهل الصلاح، حرب لمظاهر الإسلام. أصبحت تلتحي، حرب عليك يا ملتحي، تلبس ثوبا أبيض مثل ثياب رسول الله، لا تدخل مطاعم، لا تدخل مستشفيات معينة. لماذا يا أهل الإسلام؟ لماذا يا أهل الإسلام تحاربون سنة رسول الله؟ لماذا تحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاربون المظاهر العامة للإسلام؟ لماذا هذا كله؟ ألا تخشون ربكم؟ اللهم بلغت، اللهم فاشهد.